في المجتمع القيرواني في العصر الحديث. هذه المعادلة، يعني أن المرأة لها دور كبير وكبير جدا سواء في العصر الحديث أو حتى قبل العصر الحديث، أليس كذلك؟ وهو كذلك، يعني المرأة القيروانية مشهورة عبر التاريخ بأن لها إسهامات من خلال الشخصيات القيروانية كالحاضنة وكأم لال وبنت صحنون ابن سعيد لها، يعني وبنت أسد بن الفرات، جميعها كان لها إسهام في إرساء الحضارة القيروانية. لكن الأخت منى كمون حبت يعني تدرس فترة أخرى غير فترة الازدهار المجتمع القيرواني، فترة المجتمع القيرواني الحديث ودور المرأة في هذا المجتمع، وهو موضوع ما زال محل الدرس، ولها الشكر في ولوج هذا الموضوع وإنارته وتقديم يعني كثير من الانطباعات بالاعتماد على الوثائق حول هذه المرأة القيروانية وكيف كانت نشأة المرأة وكيف كان الصديق القيرواني ومسألة التحبيس بالنسبة للمرأة القيروانية. كل هذه المواضيع أحاطت بها وقدمت لنا محاضرة في هذا الغرض. ألا ترى دكتور أن دور المرأة الحديث ولكن زاد أيضا القديم، أن المرأة كانت في السابق هي دورا فاعلا خاصة في البناء الأسري وكذلك البناء الاقتصادي أيضا، خاصة كما ذكرت سيدتكم في الزربية عام 1860 انطلقت هذا العمل، يعني المرأة كان لها دور كبير وكبير جدا منذ القدم. منذ القدم طبعا، هي أول شيء المرأة القيروانية هي التي أرست المجتمع القيروان وثبتته في انتماءاته الحضارية الإسلامية، لأن هي حاملة لفكر. ثم أن هذه المرأة كذلك كانت لها حضور في الحياة العامة حتى في الحياة الفلاحية، ولنا أمثلة على ذلك. والأهم من ذلك أن منذ أواسط القرن 19 انتشرت صناعة الزربية وكانت مورد رزق أساسي بالنسبة للمرأة، قد سامح لها بالمساهمة في الدورة الاقتصادية وفي تنشيط الدورة الاقتصادية ثم في كثير من الاستقلالية المادية. حضرتم في هذا المساء في دور المرأة في المجتمع القيرواني وفي العصر الحديث، لما للمرأة من دور كبير في المجتمع سواء على مستوى الأسري أو في المستوى المجتمعي؟ نعم، اليوم قدمت محاضرة حول المرأة في المجتمع القيرواني التقليدي، حاولنا إبراز علاقة المرأة بالآخر، علاقتها بالعلاقة الأسرية، علاقتها بالزوج بالرجل كأب كزوج كأخ، وذلك من خلال الوثائق ووثائق التحبيس، وحاولنا إبراز كيف حاولت المرأة التخلص من الفكر الذكوري بمدينة القيروان في ذلك المجتمع التقليدي والعقلية التقليدية التي كانت مفروضة على المرأة القيروانية، وكيف ساهمت المرأة أيضا، كان لها دور كبير في المجال الاقتصادي عبر حرفة الزربية، فقد ظهرت هذه الحرفة منذ 1830 مع الكاملة بنت محمد بشاوش، وكيف استثمرت المرأة هذه الحرفة ومكنتها من تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير رصيد عقاري مكنها من تحقيق استقلالية والخروج من بوثقة الخضوع اللا إرادي واللاوعي للمجتمع عموما. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.